أهل المذهب كمركز أفرت أنا وحاقب إمامنا الشافعي أياقب يسقون أيقون وحيد ليشنيان رسول كان عليه الصلاة والسلام أياه حوضي إذا قرأتم مركز أخرين إيسان الحمد لله على أخرين إيسان فقرأوك أخرية بسم الله الرحمن الرحيم ومركز وحوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وحين قد احجرني عشر كان تفسير كهاي وحين صوب لوني سورة القرآن كأوه رئيسي أو سورة الفاتحة سورة الفاتحة مركة حيوية واحدة أو معلومات أو كجرة أيين سوق هذا ني عشر كي نهره هاتا نئسل فاتحة أيين قد احجرنا وحيا بكر انتاب أو معلومات أيين كوق هذا نينا أو فاتحة مركة حيوية تتعلق هاي بسم الله الرحمن الرحيم سورة كان سورة الفاتحة ليرادو مركة أوه رئيسة إن كان معنى هذا أن نقول وها أي سورة أن كب الله بنيسا بسم الله الرحمن الرحيم أي كب الله بنيسا وها المركة كورمينا سورة أن مركة بالعبا أي بسم الله أسلقوا بالعبا أي أقوال العلماء علماء الإسلام رجي هراء وحق الصحابة يوها وي رجي سلف كي أهل المذاهب وهي أولا مركزي وهي أي كقبان يا أقواش مركزي كجر تخلاف كذا أيين وحكسوا وقاذنينا بسم الله الرحمن الرحيم سردنا هذا مركز وهي بس مرغة أو مركز لبلاغة أيين اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وهي والا اسكو خلافي بس مرغة والا اسكو خلافي مركز هذا سردنا وهي واتلواء آيادات فرصة تلواء آيادات إنا يسال اسكو مخلافتنا لكن خلاف كوحة وكجرة بس ملاده كمد متعي مسا كمد ماهن هذي ليلة بس ملاده كمد ماهن سوى بضي نقون إيسا هذي وحاوي بس ملاده واه كمد ليلة سوى بضي نقون إيسا كمد ماهن هذي ليلة سوى بضي نقون إيسا وي ساس إياه مركة فال اللي معايير وحاوي هذي قولده يلادين بس ملاده كمد ماهن وانو شيء دونه وحا مركة سي اي كبر العبان إيسا عيدة سوى بضي اي أسكودة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل قاسيك بالعبان إيسا مركة إهدنا الصراط المستقيم ما شاءت الدان وحير كؤل إنه وهو يبس مرض وكمت الدين إلى هذا آيات الصلابات والله أبيهي وحيك بالعبان إيسا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي هل آيات إسوا هذه اللي إلى هذا بس مرض وكمت ما أنه بسنك كمت ما أن فاتحابنه ولا تفسر آية الصلوات واحد يقول بالعبان إيسا غير المغلوب عليهم ولا الضالين عند سوء بالعبان إيسا واي هاي بدو حاجة وكرا انتو دو سدحا لكن عن ببنين ووحا وي وي سدد آية دو ديرالين ووحا يبس مرادي دي كدرين مركب يبس مرادة كدرين ايا وحا وي وحي آية كثيرين غير المغلوب عليهم ولا الضالين اي آية كثيرين مركب سوء وحي كدرين وسيدات آية وضيرة هذين قولنا يحيير هذين وحيكبقين لح يكبقين أو أفراد ويحيير هذين ويحيير هذين ويحيير بس ملاد الله كن كمد مهنير هذين لبدا قولات مرك لبدا قولوها بدمون شغين لبدا قولوه مرجوح ولا غير هاجح ياي ووحد دوين علماء الإسلام كوينك سوق هذين وي مرك هذا أول على يال مرك إن سوق هذين سوردة وحوي خلافك حق بس ملادة وعليه سوء خلاصين هاي آيات أو فاتحة كميرة وهي بس مرضه هي اللي سوء خلاصين هاي إيه معهن وهي مركي هذا ساس قولك أطاها هاي آيات كميرة وهي فاتحة ونسوق هذا نينا أقواشور قولك أطاها هاي كميرة معهن وهي قبان سورة لها كالنطور حتى وحاوية بس مرضه كميرة معهن فاتحة كميرة معه القرآن كوردن ده بس ملاده وحاوية لغا ترماية آيات لغا ترماية وإذا كثوا على مركز سورة النمل معايا سورة النمل وحاوية تجدون
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بس ملاذا ما يشافوا عيوه قرآن كي كميتي لكن انت كلمت يا بس ملاذا قرآن كي كميت مهوي لكن الحيلين إن لقد الله ودوال السنية سيدا مركا استعاذة أو كلمت وعن مركا كهر مرينا بس كي يرادين بس ملاذا كميت مهان فاتحاد سورة بها كلمت وما كميت مهان هدو لقاه هذا سورة النمل مدى سجر هذا الساس مركا يعقبا وحاقبا قراء مركا يعقبا قراء المدينة مدينة قراء لجيوكتي اوهرو اياقب فسلاسوي ايه قراء لبطرج بطرو ايه قراء الشام اياساس قبا ايه فقه هذو يدوي ايه وحاقبا امام كليرا امام الاوزاعي اياقبا وحاقلو قبا امام المالكي مركا رجاسو حوالي بحيد دريشان ايان وحيد دريشان ايان حديث لغيري ابو بكر يا عمر يا عثمان وانا اسكال هاي حديث كاس انا سايا اسكال هاي حديث أنا ساوي حواهاي وحان قلاشوه أن كدو كذي في أبو بكر أن قلاشيس كدو كذي عمر أن كدو كذي عثمان أن كدو كذي علي أن كدو كذي مانا أرق أيضا مرتاس كفر فرانا فاتحاد أيضا بس ملابا كفر فرانا وحاوي إمام هم نغضو غير كيسان نغضو كما مقرأت أيضا كفر فرانا بسم الله الرحمن الرحيم وي. عمل كمرتاس وحاوي أهل المدينة وحاوي وعمل أي حجة وي. عمل كأهل المدينة وحاوي عمل في أهل المدينة عمل في أهل المدينة نوعوية وحج ووعوية مرتاسي مالك يدو إيه وعوية رجانو وحي كالبتان حجة كالبتان قالوا حي راهدين مرتاسي ووعوية ومرأس كمرة سلاس أي مرتاسا صحيح حي راهدين ووحي صحيح يالين بس مرضو إني إنسان فاتحة إيسان كمدعين سلاله كان إيسان كمدعين ولا أسمار كسلاس يقبان هذه اللي إذا مركز كمد ويني أيضا مركز سوق هذا نقول بس مرضو وحي كمدها يفاتح هذا اللي إذا سورة الله كانت تجوان أصول نقونا يناهي إيه سورة كستقو وحوي سورة قرآن كمدة مركز نو حاقبة فاتحه وحوي بس مرضو كج التابس كجراه فاتحه كمد يهي إيه سورة الله كلمت وحاقبة إيه أنا قراء مكة ياقبة مكة قراء ذا إيه مركز كوفو إيه فقه هذا يا قبى وهكذا قبى عالم كوين إيه إلى إبن المبارك ليه هذا وهكذا إمامنا الشافعي يا قبى أيه من الدليل كودي حوية وعيد دليل سنيان أنه صلى الله عليه وسلم قال إني حديث صحيح حوية الثونة إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم مركات أخرنا إسان ولا رسولك عليه السلام الحمد لله أوصى تحل أخرنا إسان فاقرأوا أخرأوا ولا رسولك عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم كأخرأوا إنها فاتحة أم القرآن القرآن كوريدي سوية وأم الكتاب كتاب كأسر كي سوية وسبع المسانيس كوريدي لسوء العلم أيوية وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها آية ظهر أي كمثال بسم الله الرحمن الرحيم آية ظهر أي كمثال تأسوء رسولك عليه الصلاة والسلام هذا مركة لبضعت وحوية قول أياجر علماء الإسلام كثيرات أي مركة أسيك رقبان ولو البنو حوية أدلاء يهي ستا مركة عدى هذه أنه نعي تذكى صومالي مذهبك أنه مذهبك إمام شافعي بس مرادو مركة سوى حوية فاتحة أنه غمتها خلافك بس مرادو فاتحة أنه كمتها إنه ويني أنا وحال أكون قرميتا ومركة سوى فاتحة وحوية بس مرادو صلى الله إفر ربنا إسكالله هاي إن مركة سوى كمين إلاده قرآن كمركة سيرسه قرآن كمركة أبلاوه بسنك الله أبلاوه بسنك الله ما آية دايو لكن فاتحة مصحف كمركز فوق على صوت ولا أيدو أيد أيالك بقي تساس كو غنيسة ماشي على مركزي أهين أدي أدي وين اللي كجر فوق وواحد وين بس ملاجو أي فاتحة أي كمثال الحاصل هو على اللي بس ملاجو واحد وين إلهي كلام كيس أي كمثال قطعا ويا خلاص ما جرى فان وهذا بيسن كو واحد وين إلهي كلام كيس إلهي كمدي هاي أب سكو خلاص أنا ما جرى سوي أب سكو خلاص أنا ما جرى وفك إن سرأوه إلى بس ملاذ كلامك إلهي تمدنا عن الجال بونا فانا ياجع ليه هذا مركي له إلى هذا وآيب أو سورتك التكمدة ما تكمدنا عن خلاص أيا أسجن أسجر أي مدى تحضر خلاص خلاصوه كلام طوضة أيا أسجر إساقنا هوي مركي هذا وحوي حديئة من أسوى النغنه إسلام مركي أسيب بس ملاذات أو مركي أسيب حوي فاتحة ما كمدتها ما تكمدنا عن هذه أن وحي الأسوة الله أظنه وحاولي وحا أمارة في أسواق أظنه هنا حديثة
صحيح ابن خزيمة كيسا أو لغيري أم سلمة هل يلاه عنها أو سوزي نلو هذي عليه الصلاة والسلام أم سلمة يحيسري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة بسملة أيو أخريي في أول الفاتحة فاتحة أول كيس مركا صحيح ابن خزيمة وحا قطع الله حديث كاس أم سلمة لغيري رسول عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة بسملة بسملة كينو أخريي في أول الفاتحة فاتحة أول كيدة في الصلاة الصلاة أخرية وعدها آية إسلام مركز ما آية أي كتري رسولك عليه السلام حديثك حديث صحيح وهو واحد لغاية ابن خزيمة يا لغاية وعلى شيئي إن المركز أي تاي آية أو سورة خفت كاملة إلا برم وياني يعني أنا رمجة لغوري عبد الله ابن عباس لغوري عبد الله ابن عباس أو حضر عالم الأمة وعلى شيئي إلى مركزي بس ملاذ أي شيء سورةها قرآن قرآن آيات كمل أي شيء عبد الله بن عمر أسير نسيا سأيا لجوري سحاب جلي إلى عبد الله بن جبير نسيا لجوري سحاب جلي إلى أبي هريرة نسيا سأيا لجوري سحاب جلي إلى علي بن أبي طالب نسيا سأيا لجوري ورجع أصحابه فسحاب إسكندر دايئي دارين قرآن كسورة به سكال آيات بس ملاذ أي كمتها تابعين تمركزي لجوري أهم تاسنا حاكمها عبد الله بن أبي رباح حاكمها طاووس يا كاملة سعيد ابن جبير يا كاملة تابعي جليل كهي مقحول يا كاملة إمام سوري المحدث وين يا كاملة فلا سكر وحاقب أسونا طهرنا أصومرنا إنه مبارك يا قبا إمامنا الشافعي يا قبا إمام أحمد بن حنبل يا قبا روايتي ساوي إسحاق بن زاوي وحا وي مشايخ البخاري كاملة يا أسونا سوى أسطوي وحاقب أبي عبيد القاسم ابن السلام من كل ولاده أيا استغنى قبا إنت سحيل قبا إن البس ملده فاتحادنا أي كمثل هاي سورةها كرنا وحوي أي كمثل هاي آيات كمثل أي سوي نجر رجع استحاضرة وأجل دقة هي وحوي رجع تابع إنت ورجع وينايو إن الحديث كأي وحوي فقه ذا هي مركز اللي جدا ليين وحلي قبا بس ملده إن وحوي أي سهل آيات أو فاتحادا كمثل حتى القرآن في إنتي سكاليش يا جد إما أماركي وحاو يمرئي أبو حنيفة ورقوا أيضنا أهل المذب كأي أصحاب طوله طه رأي صوص يعني ليست آية من الفاتحة إلادين ولا من غيرها من الصوائد بس مرضوا معهاني إلادين مد أو كمدع فأتحدى كمدع معهاني إلادين سورة لها كينتهي القرآن كان كمد معهاني إلادين صحيح البخاري وحا قصدا حديث لغير أنا صرنا أصوص يعني أنه سئل إن لبس آلي منك اللي يراد أنس بن مالك وخادم في نبغى هاي عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نبغى قريبي سئيال الحلويتي فقال مركز هو داي أنس كانت قراءته مدا قرأت نبي عليه الصلاة والسلام حيهد مدئهد وقرأ مركز سلة تاقاي ومركز لسوغاي هاي مركز سلاس أنس هو داي ثم قرأ أيقو أخري بسم الله الرحمن الرحيم أيو أخري يمد إستوى مدى أيو تاقاي بسم الله تاقاي ويمد الرحمن أسوه مداي أسوه تاغاي ويمد الرحيم الرحيم أسوه تاغاي وعاك الله كلا انتظر أنا في الغير حديث صحيحين بخاري ومسلم طهرنا أشيغني أنا في الغير صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأن كد كذوداي أبو بكر جداشيس أيان كد كذون فلاد كد كذين وعن جداشيس كدو كذي سيد عمر كدو كذي سيد عثمان كدو كذي فكانوا يفتحون بالحمد لله رب العالمين وحيكفوا فرجرا الحمد لله رب العالمين وفاتحاد مركي أخرايا الحمد لله رب يكب لهذا نوعه فوعد مسلم في ساو هاي هذي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أيوه أنا سكد روحك ووحيوه بسم الله الرحمن الرحيم أيسنبهين في أول قراءة قلب أول كيوي ولا في آخرة حتى آخر كيو نمتهين فاس أيها مركز حديثك أو حديث صحيحين أنا سأسونا سياس أيوري ألا ماذا الإسلام كنت دواوين سيدة الإمام البيهاق ويوكا ينفاديو أمراها كان مركز يكوها ميان